إشكالية بيع وتوزيع حليب البقر الطازجي محل مساءلة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من قبل نواب الرفع مقترح التوجه نحو الصناعة التحويلية وتجفيف هذه المادة بدلاً من إتلافها. هي أحسن شيء يعني توجه فيه الجزائر هو تجفيف الحليب، يعني لأنه إحنا في الجزائر ما عندناش يعني عملية تجفيف الحليب ما تحصلوا على البودرة، لأنه إذا قمنا بتحويل الحليب إلى البودرة يعني مهما كان الإنتاج المحلي يعني راح نسالوا عملية تسويق للفلاحين. لليوم قاعدين يقولوا عاد الحليب ما لقيناش ونبيعوه، ما لقيناش شكون يشري علينا. إجبار المبانات على شراء حليب البقر الطازج من المنتجين مطلب رفعه المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب، الذي وصف مقترح تجفيف هذه المادة بدل إتلافها بالإيجابي. والمشكلة ذات الحليب هذا الإنتاج اللي راهو كاين متوفر، وبعض المبانات يعني ممشي يديو فيه إلزامية إجبارية لكل المبانات باش يديروا الإدماج تاع الحليب الطازج، ومن بعد نشوفوا يعني الكمية النسبة المئوية شحال يديروا باش يدخلوها يعني في التسويق تاعهم، ويدخلوهم في كل المشتقات الحليب، يعني بهكذا باش نقلصوا الفاتورة تاع الاستيراد من لابودر ومن الشنطة. يعني ما يعتبره هو يعني هذا يعني مقترح مليح، بصح هذا إن شاء الله بور لافنير. بين الحفاظ على المنتوج الوطني ومنح رخص استيراد الحليب المجفف معادلة وجب حلها في سبيل تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية.